اللي سافر وصول. هو ايه اللي حصل يا ميرفت؟ انا سوسن يا ماما، اليافطة دي وقعت علينا. لا ما تلغيش حاجة، انا زي الفل، بس غير لي الكوافير ده. قول لي يا ابني ايه اللي حصل؟ اللي اعرفه انكم بتصوروا اعلان فودافون وقع عليكم الديكور. مش مشو ده كوافير دره؟ لا يا اخويا انا مش عاوزاه. مشو ايه وكوافير ايه؟ تعالي هنا يا سوسن قولي لي ايه اللي حصل. قولي لي يا ماما ايه اخر حاجة انت فاكراها؟ فاروق طلع قال الدقيقة ب 12 قرش، انا لسه بقى حفرك جناحاتي ما حسيتش بنفسي. شعبان انا موافقه عليه جدا، كويس قوي قوي، بس قول له ما ياكلش بصل الصبح. بصل ايه بس يا سوسن انت كمان، حرام عليكي بقى. هو صحيح الديكور وقع والاعلان باظ، بس كنا عايزين نقول لك انك ب 50 قرش مصاريف يوميه هتكلم اي حد ب 12 قرش للدقيقه.